تزامنا مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل، وجهت طهران أصابع الاتهام إلى تل أبيب بالوقوف خلف الهجوم التخريبي الذي طال منشأة ناتنز النووية. وينذر ذلك الاتهام بتصاعد جديد للتوتر بين إيران وإسرائيل التي تعد الحليف الأبرز للولايات المتحدة الأمريكية. زيارة أوستن تأتي لتهدئة مخاوف الحكومة الإسرائيلية بشأن المسائل المتعلقة بالأمن الإقليمي في ظل جهود أمريكية حثيثة لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وخلال الزيارة التي تعد الأولى لمسؤول كبير بإدارة بايدن إلى إسرائيل، عقد أوستن لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع. وأكد أوستن التزام الولايات المتحدة الكامل تجاه أمن إسرائيل وضمان تفوقها العسكري النوعي لمواجهة أي تهديدات، ولكن دون الإشارة بشكل صريح إلى إيران. إلا أن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا في حضور أوستن أن بلادهم تنظر إلى الولايات المتحدة على أنها شريك كامل في مواجهة التهديدات التي تعد إيران أخطرها. وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إلى أن بلاده ستعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لضمان أن يجعل أي اتفاق نووي جديد مع إيران المنطقة أكثر أمناً وليس أكثر خطورة.